جنوب سوريا في مجلس حقوق الإنسان فيصل الحموي أكد أن مشروع القرار المطروح في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حول سوريا يقوم على نهج غير موضوعي ولغته تحريضية. وقال الحموي خلال جلسة طارئة في المجلس لبحث الأزمة في سوريا إن مشروع القرار المطروح في المجلس ينحاز لدوافع وأغراض سياسية لصالح بعض الدول. كما تطرق الحموي إلى منطقة القصير مؤكدا أن العصابات الإرهابية أطلقت مئات الصواريخ على المواطنين الآمنين في لبنان، موضحا أن الجيش السوري فتح طرقا آمنة للمدنيين للخروج من القصير التي عانت من ويلات المسلحين وأفعالهم الإرهابية. وحرصا من سوريا على ممارسة واجبها في حماية شعبها، أعطت المسلحين فرصة لتسليم أسلحتهم ومغادرة المدينة دون أي أذى، غير أن بعضهم صمم بناء على أوامر تلقاها من قطر وتركيا على القتال، محتفظين بآلاف المدنيين كدروع بشرية.